صباح الخير. طريق ظهر البيدر لم تعد سالكة، والدخان المتصاعد من الإطارات المشتعلة حجب الرؤية، والمشوار من بيروت إلى زحلة 3 ساعات، ومن ترشيش صعودا بتكتشف جمال وطن الأرز. ورغم الأزمات والمشاكل بتقول عنا أحلى، وبتستفيق من السحر على واقع الألم يلي عم بيعصر قلوب أهالي المخطوفين، والحكومة الواقعة بالحيرة والعاجزة عن حسم الموقف والقرار. زحلة قريبة، ولكن البلد صار أبعد بفعل التوترات الداخلية والأزمات الاقتصادية والفعل وردة الفعل. وحده الإرهاب على بعد مرمى حجر. من سخرية القدر أنه تتحول الشعوب إلى مجرد أرقام في مخيمات. مخيمات النازحين السوريين منا إلا وصمة عار في جبين البشرية. الجوع، العطش والمرض فريضة على أطفال ونساء هربوا من ظلم النظام، والخوف من اقتراب فصل الشتاء من مأساة حقيقية. داخل كل خيمة حكاية مكتوبة بالحرمان، ووجوه انسرق منا الأمل. تقرير من المنية للزميلة مي فرحات، منتابعه سوا. الجولات المتعددة يلي قمنا فيها لنقل معاناة النازحين السوريين بلبنان، تخيلنا للحظة انه اسوأ كارثة انسانية ممكن يمر فيها الانسان هي تجربة الجوع والعطش. لكن حمزة طفل 9 اشهر اثبت لنا انه ما زال هناك اسوأ. حمزة يلي حرق صدره وايده اليمنى منذ اشهر لم يلقى الدواء لتخفيف ألمه او حتى معالجته. حمزة يوم بعد يوم عم بيخسر القدرة على تحريك يده اليمنى أكتر وأكتر. يعني من شدة من تحت اندلق الإبرة عليه، احترق كله. يعني ما عرفنا، كتنا عليه مي أول شيء، يعني ما عرفنا شو بدنا نعمل. أخذنا على مشفى الخير ما استقبلونا، وودونا على مشفى السلام. مشفى السلام بدون ضمان $5,000 تأمين. هلأ عم بدهنلو زيت مرة بس ومرهم على السارة. إيده ملزقة من هون مطواها، يعني ما كتير بيقدر يفتحها ولا بيقدر يرفع لفوق، لأنه ما حطيتي له دواء لزقت إيده. إيه كان بده علاج دغري، يعني ما حدا اعتنى فينا بنوب لأنه سوريين. هلأ الدنيا شوب كتير وعم يرعى كتير، بيطلع دم بس اللي طلع دم ما بيسكت أبدا. هلأ بده عمليات مشان مفصل إيده من تحت بعضه لأنه عم تقصر إيده، بده عملية فتح، وهون عم مطوى الكوع كمان بده عملية فتح. والله العظيم ساعة ونص وساعتين والطفل حكيم يروح وحكيم يجي ويطلعوا فيه، والطفل عم يبكي من كتر ما تعب نام وهو محروق. لا أخذ $300 لأسعفوه إسعافات أولية. هلأ لولا مدخلينه هني قبل بالمشفى ما صارت، ما لزقت إيده أول شيء. الطفل عمره 10 أشهر واحترق قدام عيننا، ما في حدا يعملنا شيء. يعني شو كل يوم نقول اليوم بيموت، كل يوم يعني ما نصبح مصباح إلا نقول الطفل كتير تعب على إيدينا. الأكبر إلى المأساة اليومية وإلى التسابق مع الوقت لتأمين لقمة العيش. فمخيم المنيا المرقم بالمخيم رقم 39 ليس أفضل حالا من باقي المخيمات السورية. تعبانين حق فرنجة الخضرة مع الرقاع، والله مشترى، وحق شباك الرسول إنه مشترى. قطعوا علينا الدواء، قطعوا علينا المودات، قطعوا علينا، ما خلوا حتى المعاش قطعوا علينا. يعني كنا عايشين على الله المعاشات 45,000، يعني نجيب آخر الشهر نجيب هاللازم لنا. هلا شو بدهم يسووا فينا؟ يسووا لنا 20,000. قطعوا لنا المعاش؟ إيه، من أول شهر تشرين بدهم يقطعوه. امبارح بعتين رسائل على الجوالة. هاي ما يتسائل نستعمل منه، في دود وتراب ودنيا يعني لالمانا حالتنا سيئة زيادة، والله ما نستعمل منها. بس ما في مساعدات، ما حدا عم يساعدنا، بدنا حدا يساعدنا، بس بدنا من كون انه حدا يساعدنا.
خلصوا من حريق الصيف فكيف بيهربوا من سقعات الشتاء؟ الجرابي عم تفوت علينا من النايل، هذا كله مبعج. انا وجوزي وسلفي ومرته عم نحط قاطع بالنص وننام، يعني مو مثلا كل واحد له غرفه. هذا اعطونا ايام شيء 4-5 شهور ما كنا بنركبه ولا شيء، بس كان في نايل ومحترق تحت منه وركبناه. هذا ما في شهر زمان كان محترق، يعني هلا على الشتويه اذا ما صار لنا نايله بده ينزل المي كله لهون. تفضل شوفي هون. اي والله هاك ينهم الشتويه من هون عليك، هذيك السنه هاي كلياتها من هون تنقص مي، كل الشتويه يتنقص مي، يعني بدنا هون هلا يا معاكس يا نايله. نشغل منقل بنحط وبنحط جوا، حتى الريحه بتخنقنا من الادمان وبيطالع دخني. وهي حياه الله عنا ابن اخي يا هذيك المره اخذوه على الدكتور هون صدره كله غط بالشتويه، الشتويه تخر علينا من فوق ومن هون الساجي هاي تنزل علينا من هون المي. مغادرتنا مخيم المنية بيناديلنا رجل 40 بكل خجل ليسأل، هل انتم من الناس يلي بتهتم فقط بالنازحين السوريين؟ وهنا المفارقة، عائلة لبنانية تعيش بخيمة جنب مخيم المنية حتى تمنوا للحظة ان يكونوا لاجئين سوريين، ولكم تخيل سوء الحالة. 23 سنة بهالخيمة وعطول مكسورين بالزرو، لا بيت ولا شيء إلا الخيمة هذا. نحن اللبنانيين الأصل لبنانة، شو ما في حدا عم يطلع فينا. بنزرع بتعلق بالبلد، بنزرع بتعلق بدير عمور، بتعلق بيكون كل رزقنا روح كب، بنكون نكسرناه ما بقى فينا حصة. اشترينا الفرش من السوريين ب60,000، الحريم ب25,000 لحتى نتغطى فيه نتدفى فيه. يعني الوضع اللي صار بالطرابلس ردنا لورا 100 سنة، لأنه الخضرة يجيبوا لنا إياها من سوريا، عم يجيبوا لنا إياها من مسقط عمان، من مسقط عمان عم يجيبوا لنا إياها، وبنقول للتجار كرمال الله لا عم يجيبوا لعنا بضاعة بالكفة، لكن بنتوضى من مية الصية، بنغسل من مية الصية، من كل شيء. بنغسل من مية الصية وبنشرب، وكمان أيام إذا ما في مية البير بنشرب من مية الصية. ايه 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 في ناس عم تشرب منها، أنا عم بقول لك عم بيتوضوا منها، في منها ناس عم تشرب منها، يعني ما معنى يجيبوا إيش حق حق البرميل من المي. شو بدي احكي، مالي قلب احكي بو، مالي عين عم بحكي. طلع فينا بس تطليل او سيني بس من الموسم. مع كل تقرير بيقطع عن أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان ما فينا إلا ما نتمنى عودتهم إلى بلادهم سالمين، على أمل أنه تمرح الشتوية على خير وسلامة ما تكون صعبة. نحن رح نتابع حلقتنا وننتقل إلى أجواء مختلفة، منتجات، صور، إعلانات، موسيقى وملابس، كلها رجعتنا إلى زمن جميل، إلى بيروت ستينات القرن الماضي، حيث بشارع الحمراء أو بشارع بلس تحديدا مهرجان فلاش باك بيروت. كاميرا أخبار صباح كانت حاضرة بهالمهرجان ورجعت بهالتقرير. هاي ساحة الشهداء، بعدين ساحة البرج بكل اللي كان موجود فيها، يعني من بن عزار على الزاوية للسيتي سنتر للعزارية لتحت شوي، كله كان حلو. مسرح البيكاديلي بذكرنا بمسرحيات فيروز وكله، نظافة بيروت كمان. ده الصور هاي بترجعنا لورا، الحقيقة كان هالبلد الحلو هيدا حرام يصير فيه هاي. لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت.
صورة واحدة من هالصور المعروضة كفيلة باسترجاع ذاكرة بتعود إلى الستينات والسبعينات، مسرح البيكاديلي، سينما الريفولي، ساحة البرج وغيرها، جميع مشاهد تركت بعقول اللبنانية صورة جميلة عن لبنان وبيروت. فبمبادرة من مجموعة شباب وصبايا من المجتمع المدني نظم مهرجان فلاش باك بيروت بشارع بلس بهدف العودة إلى حقبة اشتقل اللبناني وربما لن تتكرر. بتجنن هالاشياء هي القديمه، بتجنن يعني مليح اللي حطينا لنتذكر ايام القديم كيف كانت، ايام طفولتنا وايام العز والفرح وسوق السمك، سوق النجارين، سوق الصياغين، ايام البيكاديلي بعزها، ايام التياتر الكبير، ايام سوق الخضره اللي ورا الريفولي كل العالم العتالي بخمس قروش. في ذكريات كتير حلوه، خاصه فولكس فاجن اللي محطوطه فوق كنا نجي فيها على الايوبي مع بنت عمي. رجعني لمطعم فيصل. لفت نظري بصورة عمر الشريف، هيك القصة تاريخ يعني. كنا قاعدين عم نحكي ونفكر انه كيف بيروت، كيف اهلنا بخبرونا عن بيروت ايام قديم، ايام قبل، وكيف نحن هلا عايشين، فقلنا هيك نجرب نعيشها نحن ونعيش اللبنانية معنا. حبينا اليوم اذا بدكم نسترجع هيدي الفترة اللي بنسمعها من اهلنا. حلو الطابع تبعه، الشجر، الجامعة، الزغرو، مهضوم الشارع، بيقدر يستقبل نحن اللي عم الفكرة اللي عم نجرب نحن نوصلها. المهرجان أتى بدعم من بلدية بيروت ووزارة السياحة، ضم أكثر من 25 ستاند وكل ستاند بيعرض قديمه، من سيارات قديمة إلى كاميرات تلفزيون لبنان إلى أزياء بشارع عطلة القديمة إلى أقدم راديو. مهرجان بينقلك بلحظات إلى الأيام الجميلة والفن الجميل والأمن والسلام وراحة البال. عنا الأوريون لوجور تبع سنة 69 لما طلعوا على القمر، عندي أفيشات سينما عن سنة 60، عنا الكاميرا القديمة، سلوت ماشين القديمة، الراديو القديم، هيك شي، القبات العريضة، البولكا دوت المنقط، في مثلا كمان القمصان الرجالي قباتهم عريضة وطويلة، في الجاكيتات اللي كمان سبعينات وستينات. هلا منشوف فيروز بنت الحارس، منشوف عبد الحليم، عبد الوهاب ونجلاء فتحي، حسين فهمي، بوسترات عن افلام من الزمن الجميل. لو كان ده حلم يا ريته يكبر علشان نفضل نحلم كده على طول، والدنيا تفضل هربانة ويانا كل الكل سعادة، والدنيا تفضل هربانة. اول ريموتات الكنترول اللي كانوا يشتغلوا بلا الكيبل، لانه قبل منا كان في ريموت كنترول مع كيبل، هيدا اول ريموت كنترول بلا كيبل. هيدي كاميرا كانت تستعمل بالماضي، يعني وزنها شي 20 كيلو شايفي كيف، ولكن كيف تغيرت الايام يعني مع تقدم الاشياء، كنا من كاميرا هالقد صرنا لميموري كارت. اللوحه اللي واقفين قدامها هي صوره البون روج يلي هو الكلاب اللي كان عندنا بالاوتيل، يو سيت اون ذا بار وبتشوفي وراك البيسين عم يسبحوا من البيسين. يعني ما بينسى الواحد المنظر ابدا، لانه بيبين لك عراقة البلد وخدمه وقد هو حلو. يعني انا بحب ستيل ليلى مراد ايام زمان. قد ما عملنا مش رح نرجع مثل الماضي بالمحبه والالفه وال كل شيء كل شيء. دمعة الامهات بنت بيروت
حلقتنا بتكفي مع بداية العام الدراسي الجديد. بتكتر طلبات الطلاب وخصوصا المراهقين بين كتب تياب متطلبات دراسية، واليوم زادت الطلبات لتصير أيضا تكنولوجية. ريبورتاج. من زمان كانوا تلاميذ المدرسة وخاصة المراهقين منهم يشتروا الملابس اللي هن بحاجة لها بشهر سبتمبر أيلول، أي قبل المدارس، وبتبدأ السنة الدراسية وهن مكتفيين نوعا ما. اليوم القصة كلها تغيرت، المراهقين والمراهقات عم يطلبوا الجديد كل أسبوع: أقراط أذنين، خواتم، وشاح، نظارات شمسية، كنزة، جينز. ومش بس عم تقتصر الطلبات على الملابس والأكسسوار، صار كمان الطلب على أجدد الأجهزة الإلكترونية وأكثرها تطوراً، من هواتف خلوية لتابلتس وأجهزة كمبيوتر. إذا الجيب بتحمل، الماركات التجارية العملاقة عم تعطي بدون سؤال. قبل ما توقف مع فاصل إعلاني، توجهنا للناس بسؤال بيقول: ليش بتستخدم المزهرية؟ عندك مزهرية؟ ايه. ليش بتستخدمها؟ للورد. لا، لأنه كتار من الناس بيستخدموها للمفاتيح والسكوتش مثلا. كانت تزعجني الفكرة وما أفهم لما كنا صغار، أهلي كانوا هيك، عرفتي الخمسميات وهيك، بقى انتقمت مطلق فيها. أهلك 250 وقروش قروش. يعني ترجع لورا. أهلي صغار. طيب. يلا نشوف الناس وجاوبهم، من بعد بريك نرجع نتابع اخبار الصباح. ايه عندي مزهريه، بحط فيها لما يكون عندي زهور. شو بدك بالمزهريه؟ لا ليش، شو مش عايزها؟ مدامتي مزهريه. مزهريه؟ ايه ورد زهور. ايه عندي. شو بدي احط فيها؟ ورد. شو بدي احط فيها؟ ومي. مزهريه هي للورده. شو بحط فيها؟ وثورة الكهرباء. شو عندي بالمزهريه؟ مرتي بتحط ورد وفل ورنفل. زارعين بيكون فيه يوميه. انا صريحه كثير، ما عندي، بيتي بسيط، ما عندي. ما عندي صراحه. مثلا الكهرباء والفواتير عندي، مثلا شنطه عتي او مجزن عتي حاطه فيه الفواتير، مي والكله كله عادي. يعني شو بدي احط؟ بحطوا الورد. شو بدي احط غير الورد؟ ورد. اي اجمالا يعني وارد. ايش بدي احطه بالمزهريه؟ لا بحطهم للقديسين. اي شو بحطوا اولاد؟ بحطوا ورد. ليش فيني ما هو لا يشتري ورد؟ ماما ورد ليك؟ ما هو دولار بيشتري خبز. يا عمي اسكتي يا عمي، بلد رايح ورا يا عمي، اسكتي يا عمي. ليش هون لبنان؟ هون كنا نحن عايشين باللبنان بالصومال. اولاد أبلا في كهرباء؟ يعني الصومال أحسن منهم، خلينا نروح على الصومال. لكن الورد جميل، جميل الورد، جميل جميل الورد. حط ورد بالمزهرية، معلوم ورد لكان في أحلى من الورد بالمزهرية. بقدم لكم، أنا اسمي محمد من حلب، ووجه صوتي لقناتكم المستقبل. يرجع بلدنا سالم غالم، وترجع الأراضي كلها على بيوتها. طبعا لا، مزهرية اسمها مزهرية، ما هيك؟ الورد، صورة العذراء، بحطها مرة في مرتبة. حط صورة العذراء، حط صورة أمي. نو، بحط فلاورز and little bit of water, you know. ورد، بلا ورد ما في حياة. والله ما بعرف، هلا عالي مش بلازم، مدامتي ميت صار 3 شهور عالي. غير ما بيحكي، ما تحزونا يعني. المزهرية؟ للورد، ونحط ورد للعذراء كمان وليسوع. المزهرية بالعكس، حسب ما الشخص يعطي قيمة للغرض، أو أنت بتعطيها قيمة لهالغرض، بترمز أنه هالغرض تقل حتى لو ما كانش. وفي عندك أشخاص ما بتعني لشي المزهرية لإله. حطها فيها، حطها تحت المجلة معي من تبع لزة، حطها فيها مليئة الكبار. إيه صراحة يعني ما بدي لك حطها زهر، لا. إيه عندي، بحط مي وبعمل لهالي انه ديكور هيك اشياء لهيت لهلو. بدك شو بعده؟ بالمزهريه؟ عفاك قفل، مفتاح ابو مفتاح مكسور، شيء كذا، الحيطه. بطاريات خربانه، وابره خياطه لستي، وكلبسه مكسوره لوالدتي الله يذكرها بالخير، كلبس، فواتير كهرباء، فواتير مي، كله بالمزهريه اكيد. كان اول كنا
نحط شوية ورد وقد كان في محبة سائدة في الوطن العربي. هلا بدلنا الورد بهالأشياء مثل ما بقولوا التافهة. والله هذا حظي لأنه أنا سوري ما عندي مزهرية، وإن شاء الله أرجع على بلدي وأجيب مزهرية من سوريا. حط وردة حلوة، أحلى وردة. ها هرش برش، شفتوا شو بنحطوا؟ هذا فاضي. ايه ليش؟ لأن ما معنا لا يجيب كل يوم على يومه، هذا بروح سنين معنا. هي شو اسمها هي؟ مزهرية. شو لازم نحط فيها؟